معلم مراد رح يحرقوا المعلم ميماتي. ميماتي ما لازم يموت. إذا احتاج الأمر أنت موت. عبد الحي بيموت، أنا بموت، بس ميماتي ما لازم يموت. أنت بتأمر معلم. عبد الحي من وين رح نفوت؟ معلم خلينا نتصل برئيس الحكومة، هيك ما بصير. إذا بيجي تليفون لهون بيكون ما في داعي نخاطر. معلم شو عم بيصير هون؟ سيدي تعرضنا لهجوم. عبد الحي عطل علبة الهاتف. خذوا صغير على مطرح حامي. حاضر. أغا زلمة ميماتي. ايه ومراد ما في حدا معه وحده أغا. مو هاد الأصلاع؟ ايه أغا. حلو، حرقوني سوا هو وميماتي، وأنا بدي أحرقهم مع بعض. سكلي هالأصلع يا حاضر. عباس you
عندك زلمة مخلص يا ميماتي. لا تفرح بحالك كتير، الحساب ما خلص. ما رح تفلت باللي عملته معي ولا مع ابني. تعرف في شغلتين بيلبقوا لك كتير ميماتي. أول وحدة فرض القواعد، الثانية موتك بالقواعد نفسها. اخواتي نزل سلاحك. إذا بدكم الولد يعيش نزلوا سلاحكم. عبد الحي نزل سلاحك. عبد الحي طلعوا الولد لبرا. وين معلمك ولا؟ مو هو راح. احكي وين معلمك. هاي أرض دولة أجنبية وعم ترتكبوا جريمة حرب. ما حدا قدكن بيرتكب جرائم حرب. أنا ماني المعلم هون، أنا بنفذ الأوامر وبس. عبد الحي انت الحق معلمه، وهو اكيد رح يوديك لمحل تاني انت بتعرفه. ماشي معلم. ومماتي؟ انا رايح لعنده. انت دير بالك على بولدان وعلي. الطيار 5 دقائق بتكونوا هنيك. شكرا لك، انتبه لحالك. لازم يروح، هذا ما له ذنب. هذا ما له ذنب وهداك ما له ذنب. عباس شايف ليك ميماتي صاير ملاك. احكي جواد احكي، انا عم خليك تحكي. الحق علي انا ما حرقتك. مزبوط، كل واحد عنده مجال اختصاص. شو علاقتك بالحرق عباس؟ هدول شربوا أغاك بنزين. هيك لك أنا أغا. هم.
شو عملت لعليمي ماتي؟ أنا عم جهز مستقبل رائع لابن أخي، ما رح يكون مثل أبوه ولا رح يقوس هذا وهداك. رح أبعت ابنك على إسرائيل، رح يقلوله أبوك قتلوه المسلمين ورح يربوه عسكري ما بيرحم. إذا انتقلت قطرة دم منك لإله، الله يعين الفلسطينيين شو رح يعانوا منه. رح يصير مثلي، نار مفتوحة عليهم. اطمن، دم علي من دمي ورح يعرف مين أبوه ورح يخلص الشغل اللي ما خلصه أبوه ويكمل طريقه. مثل ما أنا ما رح أترك فيك خلية وحدة صاغ، هنن كمان مثلي ما رح يتركوا ولا خلية براسه تكون لعلي ماتي. بالأول بنحرق زلمتك، اسمع لي هالصوت، لازم تحس بألمه. لا تخاف، انت بحرقك بعده. هون المكان. طيب خلينا نقود. حاضر. لا تموت كاظم، يلا قوم. قعدوا على الكرسي. معلم سامحني، ما قدرت انقذك. اصلا انت اللي لازم تسامحني. اذا بدك فكر لك ايديك، بسمح لكم تلفوا بعضكم آخر مرة. شو؟ عباس؟ شو هالصوت؟ عباس بعد من عندك، هلا بتحترق انت كمان. معلم عليمي ماتي، صار عنا. معلم اتركني انا اوصل، مفتاح الكلبشات مع هاد. ركض ركض. Mm-hmm.
ابنك عندي ما بتحسن تقتلني. منيح كاظم؟ منيح. يلا ميماتي انتوا روحوا بلحقكم بعدين. ليش؟ معلم عندي شوية شغل. صرت يا بطل؟ منيح معلم. ممكن نحكي سوا شوي؟ منحكي سيد تركي لحالنا. سيد مراد، أنا مقرر إني ما خبي عنك شيء أبداً، وكل شي بصير بحكي لك عنه، مثل ما صار بتقرير تشريح جواد أقارسو. تركي اللي حماتي صار لشي؟ لا يا سيد مراد، هالمرة مو شغلة سيئة، بالعكس شغلة حلوة. طيب إذا هيك ليش لهلأ ما حكيت؟ نحن لازم نحمد ربنا على الأيام الحلوة اللي عم يرجينا إياها. ماشي، علمتنا نحمد ربنا يا تركي، وبعدين بتعلمنا الصبر. تخول مباشرة بالموضوع سيد مراد. عملنا تحليل للمدام إبرو. بشارة، رح يجيكن ولد. أنت متأكد؟ طبعاً متأكد. أنا أول واحد عم بارك لك، وهذا بيشرفني بشكل خاص. بس المدام ترجتني ما خبرك، قالت إنه هي بدها تبشرك أنت والعيلة. بس مثل ما قلت لك، أنا مقرر إنه ما خبي عنك شيء أبداً، وحتى أدق التفاصيل لازم أقول لك عنها. شكراً لك سيد تركي، فرحتني كتير.
سيد مراد، بس هذا رح يبقى سر بيناتنا مو هيك؟ خلص لا تقلق، لما بتقلي بدي ساوي حالي عم بعرف أول مرة. Aman durmaz akar Dayan kalbim dayan Kırık kalpler yaşar Gülen Mu jay abali işrab şi sudfa Habibti işrabi hatta yitfa batnik Aman durmaz akar طيب وامتى انت راح تخبي مراد؟ ما بعرف، يمكن ما بتفكري تخبي كتير؟ صدقيني ما بعرف يا صدفة. عفوا سيدي، كل هالقد صار أزمة كبيرة؟ أنت كنت متوقع أصغر من هيك سيد علمدار؟ وإذا بدك تصيري بن لادن تاني أو الملا عمر، كمل بطريقك. أنا رح كمل بطريقي. لقوا حالهم خلصوا من أطفال فلسطين، قام إجا الدور على ابن مماتي؟ أنا ما بسمح لهم. الدبلوماسية لها قواعد سيد علمدار. هو أنا صار لي زمان تارك السلك الدبلوماسي. تصور متصل السيد رئيس الحكومة وما أنك ردد عليه؟ أصلاً علاقاتنا مو منيحة مع الإسرائيليين بسبب اللي عملته وصلت لنقطة الخطيعة. أنا ما بتمنى حطكم بموقف صعب، بس كمان أنا ما غلطت. يعني أنا لو كنت محلهم بدافع عن عناصري لأنهم مسكوهم بالجرم المشهود وبغطي عليهم. كيف بدك إياهم يغطوا؟ هاي بسيطة كتير، بيقولوا إنه الإسرائيليين رافعين العلم على البناء بدون علمنا، ونحن ما لنا علاقة أبداً، ومنحتج على هالشي. توقعت انك رح تطلب مثلي، لهيك طلبت لك روزيتو لحم سمك. تل أبيب تعتبرك المسؤول الأول عن كل البهدلة اللي صارت هون. تل أبيب مثل العادي على طول بتشوف غلط. أحيانا ما بصدق إنه نحن من نفس القومية. المتحدة الأمريكية ما حدا بيوعدكم بأرض. احفروا بمخكم المرحلة الجديدة كويس. بالأول مصالح الولايات المتحدة، وثانياً مصالح إسرائيل. مساعدة مراد علمدار، أي مصالح أمريكية بتخدم ممكن تقلي؟ ليش واحد أهبل مثل جواد بيزبط لمصلحة إسرائيل؟ ممكن تقلي؟ أنا قلت لكم تخلصوا من هذا الأهبال، ما سمعتوا مني؟ أنتوا بتبهدلوا حالكم وبتتهموني إلي، هذا ما بيهمني أبداً. أنا جاي لهون نفذ مشروع، ومين ما حط حاله عائق قدام تنفيذ هذا المشروع؟ إسرائيل، إنجلترا، ألمانيا، روسيا، ما بسأل، بدوسهم وبمشي. عدم تنفيذ هالمشروع بيعني نهاية أمريكا. بهذا المشروع رح أسيطر على منابع النفط، وممر النفط رح يكون بإشرافي أنا.
الصين، إيران، روسيا، ويا سيدي أوروبا. رح أركعون التاني. ولعلمك رح أكلف الأتراك بحراسة المشروع. مراد علم دار اليوم هاجمنا، وبكرة رح يهاجمكن إلكون. أنا ما عندي أي مانع، بيحسن يهاجم إمتى ما بده. أنا مو مثلكن أبداً، ما بترك أي تحضيرات ناقصة. سيدي برا في واحد بالسيارة عم بيراقبكم. تفضل. يسلموا أختي. صحة وهنا على قلبك. يا ترى ليش ما أجه الرجال لهلا؟ بالطريق، قال جاي. أخي. أخوك ميماتي. ما عم بسأل عنه، أنا عم أسأل عن أخي. ماشي أختي، هلأ يجي أخوك ميماتي بالأول. دخيل الله، شو علاقة أخي بالأخ ميماتي؟ ها، وهي إجا أخوك ميماتي. أنا بفتح. خبرته جولدان شي؟ قررنا أنا والسيد يالجين بولوت إنه الأنسب حضرتك تخبرها، لأنه الأنسة جولدان حساسة كتير. وقع الموضوع براسي مرة تانية، حلوها شي مرة أنتو. الحمد لله على السلامة أخي. الله يسلمك أختي. إيه شلونه الأخ كاظم؟ والله زعلني اللي صار. منيح منيح مثل النمر. الحمد لله، المهم يكون منيح. إيه بتشرب شاي؟ بشرب. يا الله وينو هاد؟ شريك عن جد اللي شلون وضع كاظم؟ إذا حابب تعرف هو بالمشفى. أنا رحت كان منيح. افيدنا بشي شغلة شريك، ليش ما قلت لها شو صار بأخوها؟ هي مو مافيا، مسكينة. اللي أنا منين بعرف عزي؟ ماشي لو هي من هداك النوع كانت سهلة، كان شهم وكمان كان بطل وطوص ومات. مين اللي مات؟ تعبت كتير يا أنسة، أنا بعطي الشاي. عدي شوي. شو صار؟ اللي صار شي؟ عدي بالأول. ليكون صاير شي على أخي؟
سلامة عمرك يجعل مسوى الجنة. سافى الجواد قتل أخوك. تعبانة شوي. إبرو أنا رايحة، بكرة كمان بيجي. تسلمي حبيبتي، شكرا لأنك إجيتي. شبكي تعبانة شوي. وليش الورد؟ ابدا اشتهيت لك ياهم. يسلموا ايديك، رح حطهم بالفاز. لا انت ارتاحي، انا بحطهم. إبرو خير، شو بكي؟ ما فيني شي، تعبانة شوي وبس. طيب ليش تعبانة؟ الظاهر نازل ضغطي شوي، يمكن هذا السبب. وليش هيك صاير؟ مريت بفترة صعبة، انت بتعرف شو صار. هالحكي صار قديم. اي غيره في شي غيره؟ لا لا، انت مخبية عن زوجك شي. شو صدفة نسيت شي؟ لا هذا عبد الحي. مرحبا معلم. بدك توقف على الباب عبد الحي؟ إن شاء الله معافى يا مرت أخي. الله يعافيك. تفضل ارتاح بغرفة المكتب عبد الحي. نحن عنا شوية شغل، بدك مني شي حبيبتي؟ لا بس راح عبد الحي منحكي ماشي؟ وإذا بدك منطلع منتعشى بشي محل. تعبانة كتير، إذا نمت ما بتزعل ما هيك؟ لا ليش لأزعل؟ أنا طالعة على غرفة النوم. أنا
وأنا كمان فرحت. معلم إيه متعرفت؟ تركي قال لي قبل شوي. يعني مرض أخونا ما قالت لك؟ لا، يمكن إبرو بدها تستمتع بالحالة. أنا جبت ورد وإجيد، حاولت معها كتير بس ما قدرت أخذ منها كلمة. منستنى عبد الحي، استنينا كل هالسنين، ما منستنى شوي تانية؟ بدي منكم ما يكون في أي تقصير بحماية المؤتمر الدولي. تركونا من حادثة كبيرة، ما بدي حتى مظاهرة احتجاج صغيرة. سيدي، شرطة اسطنبول أخذت الإجراءات اللازمة. سيد المحافظ والسيد مدير الأمن عم يوجهوا الإجراءات شخصياً وأنا عم تابع الأمور. في أي تطور بيتعلق بإسرائيل؟ ما في سيدي، من جهته رح يشارك السيد الوزير. هدول كيف تعاملوا مع القضية بدم بارد؟ ما عم بفهم. سيدي الإسرائيليين حتى ما يدخلوا بأزمة أكبر قالوا إنه البناء اللي دخلوا مراد على مدار مو إلهم. يا ترى لازم نطلع برا الروتين أحياناً؟ شو رأيك يا حضرة المستشار؟ سيدي، نحن ما رح نتلقى الرد دبلوماسياً. كيف رح نتلقى؟ بشمال العراق منطقة نفوذ إسرائيلي، ويبدو لي سيدي إنه الناويين يضربوا مشروعكم بشكل خاص. شو يعني؟ بدهم يخلوا المنظمة ما تترك السلاح؟ المنظمة صار فيها أجنحة كتير سيدي. السيد المستشار معه حق، في أجنحة كتير بالمنظمة، في قسم منها بيرضخ للضغط الأمريكي، بس القسم الثاني منهم رح يستمروا بالعمليات نتيجة دعم وتمويل إسرائيل لإلهم. ايه، معناتها خلونا نمنع العمليات. نحن شو عم نستنى؟ سيدي، ببنية الجلاديو أو الأصح البنية السابقة كان فيها عملاء إسرائيليين كتير، مين هني وين نحن لهلأ ما بنعرف، ونحن عم نحاول نقضي على عمليات المنظمة ممكن ناكل الضربة الأساسية منهم. شو يعني حضرة المستشار؟ نحن صار لازم ندخل بعلاقة مع جناح من المنظمة. اللي بالله مين رح يتصل؟ مع مين؟ اسكندر الكبير كان عم يشتغل مع أحد الأجنحة باسم الدولة، كان عم يستخدمه. مو اسكندر واللي كان يستخدمه وصل تركيا لهالحالة يا حضرة المستشار؟ اليوم اسكندر الكبير مو موجود، بس الجماعة اللي استغلهم موجودين. لازم الدولة ترجع تستخدمهم مرة تانية. مين راح يستخدمهم؟ بمين بدنا نوثق؟ التواصل مع المنظمة بشكل غير رسمي شيء واستخدامها شيء، ونقاط التواصل بيناتنا مقطوعة. نحن عملنا بعض الاتصالات مع اللي موجودين بأوروبا، بس دخلنا طرفين فيها. اللعبة اللي حابب يلعبها المستشار برأيي لعبة خطيرة. هذا هو الموضوع باختصار. سيدي، فكرة السيد المستشار خطيرة بس بتستاهل تتجرب، لأنه إذا التقى اسم ممكن يتفقوا عليه الأكراد والأتراك سوا. أنا بضمن لكم إنه هذا المشروع يتنفذ وبدقة. قد ما أمريكا وعدتنا أنها تدعمنا بمكافحة الإرهاب ما رح تقرب من تصفية المنظمة، خاصة بحركة أو حركتين استقلاليات. رح تستخدم المنظمة ورقة ضدنا، أنا بعرف هالشي تماماً مثل اسمي. أنا رأيي يا سادة، إذا نحن ما حطينا المنظمة تحت رقابتنا هالقضية ما رح تنحل بنوب. أنا بذهني في اسم سيدي. مين؟ مراد علمدار.
مريضنا صار معه شلل ناجم عن ارتفاع السكر. خلال وجوده بمشفانا ما تحسنت صحته. أنا ما عندي أمل إنه ممكن يتحسن. بعتقد إنه ما عم يرغب بهالشي. أنا كمان لو كنت محل المريض ما برغب بهالشي، لأنه المحل اللي رح يروح عليه هو السجن المؤبد. الحمد لله الشغل كله تمام. اليوم بعتنا شحنة كبيرة على روسيا. مبروك علينا جوهري. يا كبير، هلأ الدولة بتاخد ضريبة على تصدير السيارات، بس نحن مع أي جناح بالدولة بدنا نشتغل بالبودرة. ها؟ مع أي منهم خالي؟ أنا اللي عم اسألك جوهر. خالي أنا بيشتغل مخي لعند قطع التبديل، بس هلا عن جد وضع اسكندر سيء كل هالقد؟ خالي هيك قاعد هيك عم يلعب لعبة لك ابني، انت مصدقه؟ بس يهدى الجو، بتشوف بتشوف شلون راح يطلع بالسحرة في رأسه. ايه شو بدنا نسوي خالي؟ انا عم قول منروح منحط ايدنا على اذانه منشوف ميت ولا عايش. ليك خالك بيفهم بدقيقتين اذا عم يلعب لعبه ولا لا. شوف اكثر شغله بيكرهها حدا يلعب له باذانه. أرون فيلر وجه لنا إهانة بخيانته، بدنا ندفعه ثمن هالخيانة. كيف؟ فيلر عم يساوي كل اللي بيقدر عليه مشان يصفي الجلاديو القديم، بس طالما اسكندر الكبير عايش هذا الفريق ما بتصفى أبدا. ما بلغوكم بوضع اسكندر الكبير سيدي؟ خدوا اسكندر الكبير من المشفى اللي نايم فيه وجيبوه، أنا بعالجه. مراد علمدار حكى معكم وطلب مني أخذ ملف محكمة اسكندر الكبير، وعم يقول الشهود السريين هنن تحت التهديد، ممكن نعرف منهم شي كتير. هذا كان الشهود السريين؟ صحيح. قاتلينه مثل ما عم تشوف حضرتك سيد الرئيس، حياة التانين كمان بخطر. انتحر، من قتل يا عبد الحي؟ يعني بدنا نستنى التانين لينتحروا؟ عند اللزوم مزبوط. مثل هيك حالة حرجة بيعرفوا كيف يوصلوا لنا بسرعة. إذا تعباني خليني أخذك على المستشفى. لا لا منيحة. جيب لك أمي. ليش؟ حتى تقعد عندك. رح تجي صدفة. ليش ما بتحكي لي اللي بتحكي لصدفة؟ صدفة قالت لك شي يعني؟ لا. في حدا تاني قال لك شي؟ شي مثل شو؟
شو اللي بدك تعرفه؟ احكي لي اي شيء، بحب اعرف كل شيء عنك. انا حابة احكي معك بس مو وقتها. ليش؟ لابس ثيابك رح تطلع مو هيك؟ بسمعك وبعدين بروح. لما بترجع منحكي، شغلة مو مستعجلة. طيب خلص على راحتك. صرت هلا يا حلو؟ أحسن سيدي. برافو، الله يعطيك العافية. الله يعافيك سيدي. أنا ممنونك سيدي لأنك أعطيتني فرصة تانية. كل واحد بيخلق حظوظه بنفسه، بس الفاشلين هن اللي بيتوسلوا مشان فرص. معك حق سيدي، بصراحة حابب شوف وشه لمراد علمدار لما بيعرف إنه مرته قتلت أقرب رجال لإله. كل اللي قلت له يا ما أقنعه. امبارح نقتل واحد، اليوم بيروح التاني، بكرة واحد تالت، شو بدنا نضل ساكتين؟ يمكن الختيارية بدهم يموتوا الشهود السريين. إذا كان هيك ليش ليقلوا لي؟ معلم، شغل الختيارية ما بيدخل العقل. خلينا نشوف شغلنا. من ناحية الفوتة على المبنى منفوت، بس العملاء والشرطة رح يكونوا بكل محل. يمكن نفوت ونشرب شاي وبعدها نطلع. ميماتي، ما في مكان آمن إلا وفيه نقطة ضعف. أساساً هنن بياخدوا كل هالإجراءات من شان يسكروا نقطة الضعف هي. معلم، ميماتي معه حق. شو ممكن تكون نقطة الضعف بهذا البناء؟ إذا بدك تقتل لورانس هاي شغلة تانية، منروح منقتله ومنقتل حالنا معه. معلم، بجيب بولود، عقله بيشتغل بهيك فوتات، شاف كتير شغلات من كتر ما دار مع داود. ميماتي، في داعي ندخله بيناتنا كل هالقد؟ لا معلم، بس بشو بده يأذينا؟ طيب مثل ما بدك. شريك، تعال شوي. لحظة، انتوا فكروا بالشغلة لبين ما ارجع. خير سيد نصال؟ خير إن شاء الله. سيد رئيس الحكومة بده منك تتصل مع المنظمة باسم الدولة. هيك رح يدفعوني تمن الدخلة على مناطق بترفع العلم الإسرائيلي؟ صحيح هو مو قد المقام بس بيقضي غرض. على الأقل اسحبيه وفرجيه للأعداء بكفي. بيقوس ما هيك؟ طبعاً بيقوس، ولو ما بيقوس بجيب لك اياه. بتعرفي شلون تستخدميه؟ طبعا الله لا يحيجك لاستخدامه. بعرف عمران، ما رح انسى لك هالمعروف. بصراحه انا اللي اقترحت هذا الشيء على رئيس الحكومه، والدوله ما رح تلاقي واحد بقوتك وموثوق مثلك لحتى يسيطر على هاي المنظمه. قصدك ما لقيتوا حدا غيري يقبل ينظف لكم هالشغلة؟ استغفر الله. أنا الطريقة يلي بساوم فيها ما بتناسبكم. ليش لحتى ما بتناسبنا؟ سيد أونيصال، أنا بفرجيهم قوتي وبعدين بساوم. أنتوا عم تقولوا قدم كل الوعود بالأول وبعدين لا توفي بأي وعد. بقلن رح أعطيكم كل شيء بعدين ما بيلاقوا شيء،
أنا ما بسوي هيك شغلة. هذا ما بيتسمى التنصل من المهمة. بالعكس تماما، هذا هو التنفيذ للمهمة. كل واحد لازم يقوم بواجبه. الدولة حابة تسيطر على المنظمة تسيطر. كأننا نظفنا الجلاديو يلي جوا وما بقي غير يلي بالمنظمة. عم يشتغلوا سوا أصلا؟ ما عم يشتغلوا سوا، المنظمة عم تشتغل بأمرهم. مراد، أنا كمان بعرف مين بيشتغل بأمر مين. طيب شو بنعمل؟ نبقى هيك عم نتفرج؟ إذا رايدين تعملوا شيء حاولوا تساعدوني أخذ أرون فيلر من المؤتمر يلي مشارك فيه. أضعف نقطة بالفنادق الأسانسيرات. شو منعمل بالأسانسير؟ ما عم بقول منعمل شيء. أكتر محل بيضايقوا فيه الحراس هو الأسانسيرات. كم أسانسير في بالبناء؟ 4 القريبين من القاعة، هدول 2. وين حاطين كاميرات المراقبة الأمنية؟ أهلين مرت أخي. هلأ المعلم مراد عنده لقاء، بس يخلص بقله وبعدين بطلع معك. هون في كاميرات. مع السلامة. هون في كاميرات؟ ما في. أنا طالع. لوين رايح عبد الحي؟ هلأ نحن كمان طالعين، رايحين على جنازة أخو جولدان. أنا عندي شغلة ضرورية. في شغلة بتتعلق بحصر إرث مرت أخونا بالقصر العدلي. شو هاد يا؟ شوفوا عبد الحي، انت كمان تعلمت اصول المافيا، تقتل القتيل وبعدها بتروح بتشهد بالمحكمة انه مات. بهالمنطقة في فراغ بالاسانسير. بالبندق جوهر؟ لا سادة، الزلمة مشكو، شو بده يساوي بالبندق خالي؟ جوهر ايه؟ اسكندر ما بيفكر بالشوكولا والراحة، أنا بفكر فيها. بيرتاح بإيد فاضية؟ الدكتور قال ما لازم تكون زيارتكم طويلة. هو بيسمع الحكي شيء؟ بيسمع كتير منيح، بس ما في أي ردة فعل. شكراً لك أختي، شكراً جوهري. سلام عليكم اسكندر بيك. تعرف الروس دخلوا من الشمال ها، وفرس ايران دخلوا من الشرق، واليونان من الغرب. لسه ما حكيت لك عن الأرمن، هدول نحن فتحنا لهم الأبواب. اسكندر البلد عم يتقطع والأمهات عم تصرخ وعم ينقتلوا الأطفال بالبلد وعم يعتدوا على أعراض الصبايا. لك وين أسود ونمور وكبار الدولة يا اسكندر؟ مالو كبار هالوطن لحتى يخلصونا من هالذل اللي نحن فيه؟ ها؟ خالي، لما رح تجيب راحة صار حرب شي؟ لا 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 لا، عن جد اسكندر الكبير انشل. انت عم تسمعني؟ انت بتحبني؟ انت ما بتحبني؟ جوهر افتح الصندوق. يا خال، هذا الزلمة مريض سكر، كيف بده ياكل راحة؟ لك مو مشانه، انا رح اكل، نزل سكري. باخذك معي لعنا هنيك.
إذا بتقول بدك أرعاك أنا برعاك. ها؟ برعاك. شفت يا جوهر مين إجا على ريحة الراحة؟ خلصت الزيارة، بدنا ناخد اسكندر الكبير على المعالجة. راحة؟ راحة؟ خالي إذا بتأمرني بقوصهم كلهم. لا تقوصهم، كلهم عملاء. خلينا نعرف عملاء أي دولة. لك ابني ليش واقف؟ روح اعرف. أمرك. جاهزة مرت أخي؟ إيه جاهزة. أنا أوليجاي جوناي وأنا صحفي، بدي أحكي معك بموضوع مهم. أنت مين بدك أخي؟ بدي قابل السيد عبدالله إيبان. أنت غلطان. سيد عبدالله بعتني حقي بافرلي، قال إذا بتعطيه اسمي بيرضى يقابلك. أنا ما عندي شي أحكيه. السيد حقي قال إنه عندك مشكلة بدنا نحلها، وقال لازم تحكي معه ضروري. ما عندي مشكلة وما في شي أحكيه. روح انقلع عن بابي، لا تخليني اوصل. الاسانسير فكرة منيحة، بس طبعاً هذا إذا طلع لورانس بالاسانسير. ايه قلت لي إنه الأمريكان نازلين بالفندق. ايه نازلين. أكيد هو رح يطلع ليعمل لقاء خاص. معلم إذا هو ما طلع نحن منطالعه بالزور. وكيف بدها تصير هاي بقى؟ نعمل فوضى. الحراسة بتطالعه لفوق. لا ما بتوقع يطلعوه لفوق، رح يطلعوه لبرا. معلم أنا لازم أطلع. طيب رح نطلع أنا وبولود وأنت بتروح على الفندق مباشرة. ماشي معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا مشان شو جاي لهون؟ جايين نقدم التعزية. سلام تعماركم. الله يسلمك يا زازا. بتصير التعزية هون قبل الدفن؟ يا أخي أحياناً لازم الواحد يعزي قبل الدفن، وفي ناس بتعزي فيهم قبل أكتر. زازا تعال معي بمين ما بدك تعزي عزي بالطريق، بدي لاحق الجنازة. ما ماتي انت ما بتحبني وما طلبت لي حتى شاي. يلا انت روح
أنا بدي أشوف مراد علم دار بيحبني ولا ما بيحبني. سلام عليكم. وعليكم السلام. هدول رجالك اثنين ما بيحبوني. في سبب يخليهم يحبوك؟ ليك يا جمهر، أنا قلت لك مراد علم دار خصم اسكندر بيك، بلا ما نروح لعنده. هلأ إذا قلت له الإسرائيليين خطفوا اسكندر بده يقول لي شو علاقتي أنا يا شرف؟ أي اسكندر؟ ما بتعرف اسكندر بيك؟ قلت بروح لعنده وبستسمحه. طلع في ناس إلهم عنده أكتر بكتير، دخلوا على المشفى مثل الجيش وأخدوه. ولوين أخدوه؟ الملائكة ما بتسأل أسئلة مثلك. أنا شو عرفني لوين أخدوه؟ لو أعرف لوين أخدوه بيجي لعندك ولا بروح لهنيك؟ بتشكرك كتير لأنك إجيت معي عبد الحي. ولو هذا واجبنا. وصلك على البيت هلا؟ يا ريت. بس قبل ما اروح على البيت حابة مر لعند بابا شوي. فيك تاخدني على المقبرة؟ ماشي. سيدي صار موعد طلعتك. والله أنا ما بعرف إذا عملت منيح ولا عاطل بجيت لعندك. عملت منيح، المعلومة يلي عطيتني إياها مهمة كتير. ولسه يا ما عندي معلومات، بس بصراحة أنا ما بعرف أي شمسية دولة رح أدخل تحتها بجو المطر والتلج الكثيف هاد يا مراد علمدار. نحن شمسيتنا كبيرة تحمي من العواصف ومن الرصاص كمان. بشرط انك تسمع كلامي. بعد هالعمر هاد ما بحسن اسمع كلمة. بالمنطقة عنا في غنيتين بس انا بحب اسمعهم. اذا ما حبيت تسمع كلامي رح يسمعوك مواويل كتيرة لسه كلها طرب. قلتك؟ اخي شغلة هاي الاغاني ما بتنحل هون. انا بعمل لك عزيمة وانت بتشرفني وانا رح غني لك كم غنيه وانت بتقلي هون صارت وهون ما صارت، هون في نشاز وهون ما في شيء. ماشي؟ ماشي بيصير. بخاطركم لكان يا كبير. شو جوهر، مراد علم دار حبنا ولا لا؟ لك يموت اللي ما بيحبك خال. لك هلا ايمنا من الحكي تبعك هاد. والله خالي انا ما بعرف زلم ابي اذا بيحبوا لهالزلمه ولا لا، بس ابهات الدوله هدول تطليعاتهم غريبه، بيحبوا ولا بيكرهوا مو مبين معي. عم تحكي مزبوط جوهري. رجال الدوله هدول حاملين موس مثل موس الحلاق محمود تبعنا. اذا قعدت عائل بيحلقوا لك دقنك، ما قعدت بيقطعوا لك راسك يا كبير. معقول هذا اسكندر بحياته ما اشتغل هالزلمة مع حدا عاقل؟ معلم برأيك شو رح يعملوا الإسرائيليين باسكندر؟ واحد مكرسح مثله شو حيعملوا فيه؟ أكيد رح يداووا. Thank you.
رح أعالجك وبدك تختمني لآخر عمرك. دخيلك يا سيد ميماتي، الله جابك. شو صار كمان حسني؟ الأنسة جولدام مصرة تروح على بلدها. عم تخبص، لوين بدها تروح بدون علي؟ ما هيك ابني؟ لا يا سيدي، قالت بدها تروح بدون علي ميماتي، عم بتلم أغراضها وطلبت من ولاد أخوها يقطعوا لها بالباص. حكيت معها كتير وما اقتنعت، رجاء اعتبر هي مهمتك. وقف علوش وقف. انت شو عم تعملي؟ لا تتدخل ابدا اخي، رايحة. لوين رايحة؟ عالضيعة. مين قالك بالضيعة؟ مالي حدا. ايه معناتها ليش رايحة؟ مو عالضيعة، بروح على كوتاهيا. وهنيك مين قالك؟ الي اخت. بدل ما تروحي لعندها خليها هي تجي لعندك. ما بتقدر تجي، عم تشتغل. وانت كمان عم تشتغلي؟ انا ما عم اشتغل هلأ. طيب منيح، لكان خدي علي مماتي وروحوا سوا. انا ماني اخذة منك موقف اخي، انت ليش عم تفهمني غلط؟ كان عندي هون اخ وراح، ليش لحتى ابقى هون؟ انت مو معتبرتيني اخ لك؟ هاي الشي وهديك شي، من هون وهيك رح نغير هالشي. الله أخذ لك أخ وعطاك غيره، من هون وهيك أنت أختي وعلي مماتي ابن أخوكي. هالشغلات ما بتصير بالحكي. صحيح الأخ ما بيتعوض، بس أنا عن جد أخوكي. لسه بدي جوزك، ما بصير تروحي على محل. إيه دخيلك، أنا ما بدي هالمجنون. اسمكم؟ مراد علمدار. عفوا، اسمكم مو وارد بقائمة المدعوين. أنا اسمي ما بينزل بقائمة المدعوين، بينزل بقائمة الخطيرين. في أي مشكلة؟ حضرة السيد مو وارد اسمه سيدي. حضرته بيكون ضيفي. بس بتعرفوا الأوامر سيدي. أنا اللي بعطي الأوامر هون. هي أكبر مساعدة بقدر أقدم لك إياها. أنا راح أتكفل بالباقي. مراد، بروتوكول الأمن واضح وصريح، إذا بتحاول تعمل شي جوا ما بتحسن تطلع لبرا. أصلاً نص اللي جوا أمريكيين، أوامري ما رح تفيدك بشي. الأمريكان بيعرفوني منيح، لا تقلق. النقطة التي وصلنا إليها تورينا أنه لا يمكن ترك الشرق الأوسط الذي يأوي صراعاً شيعياً سنياً عربياً كردياً وكردياً تركياً، أو استعداداً لهذا الصراع بحاله. وفي قلب هذه الشكوك محاولة دولة نفطية كإيران الاهتمام بالطاقة النووية، وهذه قضية كبيرة غير محدودة بالقلق الإسرائيلي والغربي فقط.
انظروا في الفترة الأخيرة، انتفض الحوثيون في اليمن وإيران تدعم المتمردين لكي تخلق عدم استقرار في شبه الجزيرة العربية. اليوم العرب هم الهدف، ولعل الأتراك غدا هم الهدف الثاني. سيبدأون القول ماذا يحدث وإلى أين نسير. مما سلف نجد أن هناك طرفين للمعادلة، ويجدر بنا أن نقرب بين وجهات النظر كي لا تقع الكارثة. لو متأخر لك شوي تاني كنت نمت يا شريك. لا تشغل الشوفاج كتير. قال 80% من حوادث المرور بتصير نتيجة الاسترخاء. ايه شو رح نعمل؟ بدنا نروح لورا. في القرن 21 عند الإنسانية طاقة إنتاجية وحاجات لم تشهدها من قبل. الجميع يدركون العلاقة القريبة بين الإنتاج والاستخدام. في هذه النقطة تأتي كمية الطاقة في مقدمة الحاجات الملحة التي يجب أن تتناسب مع الازدياد السكاني واليد العاملة. من هذه الزاوية فإن أعمال الطاقة النووية غير الآمنة تضعنا في مواجهة مشاكل استخدام طاقة البترول والغاز من جهة، وأمام مشكلة استخدام الطاقة العضوية من جهة أخرى. موقف الإدارة الأمريكية من هذه النقطة واضح، فهي تقف ضد أي مشروع طاقة أو تطوير أي مشروع يمكن أن يأتي بكارثة للإنسانية أو ينهي العالم. وصلنا بلاغ عن قنبلة. Who are you؟ شريك، انت ما بتعرف تحكي لغة أجنبية، رح علمك الترجمة. ظاهر تعلمت شريك. He is Mr. President. مراد على مدار، شو له شغل هون؟ لو ما دخلناه بصفة ضيف رح يستخدم القوة، انت بتعرفه. لهيك أنا شخصياً دخلته لجوا. سرعة العرض والطلب اليوم ومع كل يوم عم يعمل أزمة دبلوماسية. إذا فكر يعمل شيء هون اليوم رح يدفعنا تماماً ورح يكون كبير كتير. سيد الرئيس، سيد النصال عند المزبوط، هو ما ممكن يحاول يعمل شيء وحده بنص كل هالإجراءات الأمنية والتخزة. لبين ما يخلص المؤتمر ويروحوا كل الضيوف، من قبل الشركات العالمية بدي منكم ما تروحوا من جنبه ولو دقيقة واحدة. انت عندك شخصية المحافظين الجدد شريك؟ لبقت لك. تعرف انا بفضل استخدم الكنية اكتر، كلاك، وبكون ممنونك اذا بتناديني مستر كلاك. خليك رسمي. بالطبع، إن المواضيع التي تناولها السادة الخطباء تهمنا جميعاً، ولكن طلب إدارة حقول النفط بشكل يرفع الإنتاجية في الشرق الأوسط دون مقاييس من قبل الشركات الغربية يجعلنا قلقين. يلا أخي قوم يلا. وهذا القلق يحيلنا إلى المقولات التي كانت سائدة عند احتلال العراق المجاور لنا حول أسلحة الدمار الشامل، متناسين تماماً وجود الترسانة النووية الموجودة في إسرائيل. ويلكم. ولكننا الآن بدأنا نسمع حديثاً حول منابع النفط وممرات النفط في المنطقة، محاولات دس العداء بين العرب والإيرانيين والأتراك تقف دائماً عند النقطة نفسها. بما أن البترول على وشك النفاذ، فلا بد أن نجد طرائق أخرى لتوليد الطاقة. لماذا مئات آلاف الجنود وآلاف السفن والطائرات الحربية تساق إلى المنطقة؟ هذا ما لا نقبل به أبداً نحن وشعوب المنطقة، ولا بأي شكل من الأشكال.
هلو. We are FBI. شلون هدول أمريكيين يا؟ هيك على هالشخصيات؟ ما زبطت معنا شريك. ما طلعوا أمريكان. بما أن المشتري الأساسي للبترول العراقي هو أوروبا، فإن دور تركيا في عملية النقل حقيقة لا يمكن مناقشته. تطور التبادل التجاري بين بلدينا بشكل يومي يسعدنا دائما. نحن في الحكومة العراقية لا نحدد علاقات الجوار بالتجارة فقط، بل ندرك جيدا أننا مضطرون لتقوية وشائجها من الناحية الأمنية أيضا. بعد قليل سيطرح الصحفيين السؤال التالي: إلى ماذا ستؤول عملية نزع سلاح المنظمة؟ وأعرف جيدا أنهم سيسألون: هل تستطيعون إغلاق معسكرات المنظمة في جبل القنديلي؟ ولكن عليكم أن تعرفوا أيضا أن بلدنا يمر بفترة عصيبة يجب أن يفهمها الجميع. أننا في أثناء انفجار القنابل كل يوم في بغداد ما نستطيع أن نخطو خطوات ملموسة في المناطق ذات الإشكالية. مع الشكر الجزيل. رغم عدم تجاهل أهمية الشرق الأوسط، ولكنني أود أن ألفت نظركم إلى بحر الخزر وآسيا الوسطى وأفغانستان. أنا من زمان حابب أتعرف على أفكار صديقنا، جيت لهون بس مشان أسمع عن المخزون في الشرق الأوسط، وإذا صارت فرصة بتعرف عليه. إن القوى التي تدخلت، وطبعا أنا حابب أعرض عليه أفكار. مع الأسف ما رح يكون عندك هيك فرصة. السيد رئيس الحكومة رأيه أن اليوم مو مناسب لتتعرفوا على بعضكم. كيف بيخطر على بالكم اني ممكن اعمل شيء لحدا هون؟ شو بقدر اعمل الداخليه حيث يكون البترول؟ غير الحراس القريبين في اثنين ورا المنصه تماما. انظروا الى افغانستان، انظروا الى مناطق السماعات، هدول اثنين مختلفات، وكما ان على الاغلب ما عم يسمعوا الخطاب. الرأي العام في الشرق الاوسط، ولما في حدا بيمل وبيطلع من عند المخارج، واحد تاني دغري بفوت وبيقعد محله. سيدي الرئيس، شو مفكرني مجنون حتى أعمل شي بهالصالة هاي؟ شكرا لإصغائكم والسلام عليكم. والآن تركيا، أدعو فخامة رئيس الحكومة التركية. بداية أود أن أحيي المشاركين كافة. رؤيتنا أن القضايا المعلقة منذ قرن والمعلقة منذ عدة أجيال قد حلت، أمر يسعدنا كثيرا. نحن نرى أننا لن ننجز شرقا أوسط خال من المشاكل، مؤهل للاندماج العالمي ويرقى لهذا الاندماج. ونحن مؤمنون تماماً بأن أنابيب النفط التي ستمتد من بحر الخزر والشرق الأوسط إلى أوروبا ستكون أساساً للتقدم والرفاهية.
يتهم اتحادنا بأنه لا يتخذ موقفاً ورأياً مشتركاً في موضوعي الطاقة والأمن. أنا على قناعة تامة بأن تجاذب الإنجليز القريب من النفط وثنائي فرنسا ألمانيا البعيد عن النفط أمر مبالغ فيه لدى الإدارتين الأمريكية والروسية. نحن في الاتحاد الأوروبي نطالب بأمرين اثنين ونتابعهما في قضية نقل النفط من شمال البحر الأسود وجنوبه: الاستقرار والأمن في عملية نقل الطاقة. ونحن نرغب أيضاً بزيادة التعاون مع جميع الدول التي ترغب بهذا بما في ذلك إيران من أجل تأمين هذين الأمرين. شريك، هدول بدون يطلعوا على الطابق 12، وبالطابق الأخير في حراسة مشددة. لك أن أخبر المعلم. السادة رئيس الحكومة، الوزراء، المندوبون والحضور الكرام، الكلمات التي ألقيت تناولت أن الأمن في نقل الطاقة يجعل التعاون بين دول المنطقة ضرورياً، وفي هذا الموضوع من الواضح أن كل دولة لها مطالبها الخاصة، ولكننا نعرف أنه من دون الربح لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما لا يمكن الاستمرار بالتطور الاقتصادي. الفلسفة الأساسية لتحقيق الربح للجميع بالانسجام التام وتحمل جميع الأطراف للمخاطرة. فإذا حقق هذا عن إذنك، بما أني ما رح أقدر أتعرف على أرون فيلر رح أروح، فإن العالم كله سوف يشهد تدفقاً غير منقطع للطاقة. شكراً جزيلاً. ميماتي فيلر وين صار؟ رايح باتجاه الأسانسير معلم. طيب ماشي. وين مراد على مدار؟ طلع من درج الحريق لفوق سيدي. علم الرجال بالأسانسير شو منعمل؟ مثل ما اتفقنا ميماتي. أنا كنت عم بستناك يا سيد علمدار. تعرف فرحتني إني ما فاجأتك. ما بدك تسألني ليش كنت عم بستناك؟ لأنه إجا أجلك يا فيلر. في أجل إجا صح، ويمكن أجلين. شو صار شريك؟ وشو عرفني؟ أنا معروف عني بطبعي إني بحب أعطي عدوي حق الاختيار، لهيك حابب أسألك يا سيد مراد، مين بدك يموت بالأول؟ عبد الحي ولا زوجتك الست إيبرو؟ أنا بعمري ما اخترت بين اثنين بحبهم.